هل يجوز للوالد ان ياكل مهر ابنته ولا يعطيها منه شيئا اذا كان بدون رضا منه؟ الوالد يجب عليه ان ينظر في الامر فليس له ان يضرها ولا يحرم عليه ولا شيء من ماله. الوالد الحق النبي عليه الصلاه والسلام قال للرجل اشتكى اليه قال ان ابي اجتحم اهله قال انت ومالك لابيك. وفي حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اطيب افه مكفف وان اولادكم مكفف. والصحيح من اقوال العلماء انه لا باس ان ياخذ الوالد من مال ولده ذكر والانثى ما ينفعه من دون ضرر بالابن ولا بالبنت له الصواب. فليس له ان يضر ولده ولا يضر بنته لكن اخذ شيئا ينفعه ولا يحصل به ضرر على ولد ولا على بنت فلا حرج في ذلك. واذا تنازع فالمحكمه تنظر الى امره. اذا تنازع الولد مع ولده او مع البنت فلا حرج ان يحلها الحاكم ويترافع عليه الحاكم، ولكن اولى بالولد ان يخاصم اباه وان يعطيه ما يرضيه. وهكذا البنت ينبغي ان تخاصم اباها بل تعطيه ما يسمح نفسه ويرضيه عنها وتبقي ما ينفعه، فان الوالد له شان وله حق كبير. فلا ينبغي للذكر ولا للانثى ان يتنازع معه ولا ان يخاصمه، بل ينبغي ان يرضيه بما تيسر من المهر ومن غير المهر. والوالد يجب عليه ان يكون جشعا، لا يجب ان يكون جشعا يضر اولاده ويضر بناته، لا، بل واجب عليه ان يخاف الله وان يراقب الله وان يكون ذا اخلاق فاضله ولا عفه ولا عطف او حنوب على اولاده، فيعطى من نهرها ويقوم بحالها وما تجمل به لزوجها، ويعطى من نهرها ما يشد حاجته او ما يقطع لسانه او ما يرضيه من ذلك الشيء من دون مضره على البنت. وهكذا الولد اذا كان له اسباب، ان كان عنده سعه اعطى ولده، وان كان ما عنده سعه راتبه بقدر حاجه بيته، فليس لوالده يقول له شيئا بل يحرم على والده ويغره بذلك. اما ان كان عنده سعه وعنده زياده تفضل عن حاجته فان ينبغي ان يعطي والده ما يرضيه من هذا الزائد ولا يكون بينه وبين والده نزاع.